البيت سكنوا فيه ناس جدد، ما أعرف إذا عندهم بنات نقدر نلعب معاهم. خلونا نستانس شوي. شو تسوين؟ بس أنتوا أركضوا بسرعة. شو تقصدين؟ ليش نركض؟ تعالوا معي. أوكي. دانا دانا تري. شفتوا لعبنا وهربنا. لا لا عاد تسوي شيء. تعال نسوي ثاني مرة. لا لو ايش بضربك يا دانا بضربك. شفتي لعبنا وهربنا. هذه ما بلعبك، هذه بتضربنا بتلحقنا لحقتنا. يا الله ما في شيء اتسلق فيه. خاطري اضايق هذه البنت. عيب يا دانا، عيب تتصرفي هذه التصرفات، ترى ما بكل مرة تستمع الجرة. يا لولو أصلا الموضوع ضحك في ضحك. تعالي معي يا فطامي. بدانا أصلاً هي مو سريعة، شكلها زي جدة أصلاً بتمشي بس شوي شوي وشوي شوي. اسمع بس لحنا سريع، بس أنا سريعة. ما رح تجيب المصايب إلا دانا. يا فطامي مش استمتعتي؟ لا. وأنت يا صالح استمتعت بالهربة؟ أيوة. والله ملل. شو طالعين؟ هي شو طالعين؟ أنا عندي لعبة حلوة بتشوفون. لا دانا لا نسوي مصيبة. Is it?
تضرب بينا. ليش تضربون الناس؟ احنا اسفين. انا اسف، هذه انا اسف، اوعدك ما راح اعيدها. اكيد ما راح تسوينها. ايوه انا اخ ما شفتك. اوكي 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 احنا اسفين. يلا احنا هنا رقم بيت. اوكي يلا. مزعجين. شفتي يا دانا كم مره قلت لك هذا كله خطا؟ شفتيها كيف عصبت من لحقتنا؟ الحمد لله انها ما ضربتنا. صح كلامك يا لولو، والله خفت. توب اسوي هذا الشيء ثاني مره. خلينا نرجع البيت لنا مره حق. وإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. لا تنسون حساب الانستغرام والتيك توك. ولا تقلدوا هذه المواقف اللي سويناها، عشان هذه بس يعني احنا نرويكم انكم ما تهدون الجيران. عشان الجيران دول زي ما سووه، هذا كان تمثيل، فلا تقلدوها عشان يمكن بعدين ان هذه التصرفات تأذي الناس ويمكن بعدين تأذيكم، مثل ما كانت الحومة راح تلحقنا وتضربنا. صح، لا تسوي هذه الأشياء. كان اليوم حلو. مع السلامة.